بونسوار، برحب بكل مشاهدينا وكل الاشخاص يلي بينطرونا يوميا وبينطروا لعبه اليوميه لحتى يشوفوا حظهم مع هاللعبه يلي من خلالها فيهم يراهنوا على مبالغ عديده بتبلش بال 500 ليره وبتوصل ل 3000 ليره. وطبعا في حال ناقشت معكم مع الارقام اللي بتختارها المكنه مباشره على الهواء من استديوهاتنا بقد ما فيكم تربحوا جوائز كبيره من خلال ليبانازجو. جود لك وحظ موفق لكل الاشخاص يلي مشتركين معنا ومنمرين ارقامهم او تركين الكيو بي ويختار لهم ارقامهم ان كان بشبكه اليوميه 3 4 او 5. وقبل ما نبلش ونشوف شو معقول يكون الارقام يلي رح تختارهم المكنه لليله، بدنا نرحب مثل العاده بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه، والليله موجود معنا باستديو استاذ محمد حشحاده. اهلا وسهلا فيك محمد، موجود معنا حضرتك لتراقب لنا صحبتنا الثلاثة، وتحت الهواء استفدنا من معلوماتك بالرياضة وتحديدا بالفوتبول وبتشجع البرازيل سنتين. طيب ما انا ما فينا نزعلك حتى لو ما كنت مع البرازيل كنت رح كون مع البرازيل كرمالك. يلا من دون تأخير رح نبلش مع أول شبكة اليومية ثلاثة، وخلينا نشوف شو معقول يكونوا الأرقام الثلاثة بهيدي الشبكة. الطابات عم ينخلطوا بالمكنة. منبلش مع أول طابة يلي بينت قدامنا على الشاشة بتحمل رقم 1. الطابة الثانية رقم 9. والطابة الثالثة 0. 190 أو 190 أرقام يومية ثلاثة لليلة. فيكم تكونوا مختارينهم بالدور، يعني 190 بس بهيدا الترتيب، وفيكم تكونوا مختارينهم حيلا 091 109. في كثير اوبشنز لحتى تربحوا، انما بالدور المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 400 مره، واكيد عمليه حسابيه صغيره لتعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري. وبالحيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 70 مره، وانتم لحالكم تقدروا تعرفوا قد ايه بتربحوا معنا مصاري. هلا انا وياكم ننتقل لشبكه جديده اليوميه 4. 190 هو الطابات الثلاثة بيرجعوا بينزلوا بالمكنة على حتى تختار المكنة عن جديد. أربع طابات جديد وأول طابة رقمها 8. طابة ثانية 5. طابة الثالثة 9. والطابة الرابعة 6. أرقام يومية 4 لليلة، عرفنا شو هن 8 5 9 6 بالدور، يعني ضروري يكونوا بهيدا الترتيب 8 5 9 6. المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة، هالمرة عم نعلق أكثر بالجوايز. وبالحيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مره كمان علينا بالجوائز، رح نعلق اكثر واكثر هالمره بشبكه اليوميه 5. اربعه تسعة أربعة من جديد خمسة والطابة الخامسة والأخيرة ثمانية والسري الكامل 4 9 4 5 8. إذا كنتم تاكسين هول الأرقام أو العشوائي اللي كيوبي مختار لكم هول الأرقام، ألف مبروك لكم لأنه ربحتوا معنا. لتعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري تحديدا أكيد حسب أنتم قد ايه دفعتوا. من بعد ما تكونوا اخترتوا بالدور أو حيلا، إذا بالدور المبلغ يلي دفعتوا بتضربوه ب 40000 مرة، وإذا حيلا المبلغ يلي دفعتوا بتضربوه ب 350 مرة. بس صحبتنا لليلة رح نرجع نتأكد من الأرقام الرابحة مع أستاذ محمد. تفضل محمد. صحبتي يومية ليوم الأربعاء 20 حزيران 2018.
سحب رقم 608. الأرقام الرابحة يومية 3190، يومية 4859، ويومية 5494-5-8. شكرا لك استاذ محمد، بنشوفك نقدرات الاسبوع المقبل. الف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليله. اكيد موعدنا بيجدد بكره بنفس الوقت، بالاضافه اكيد للوتو اليوميه، انما اللوتو اليوميه وزيد لوتو وزيد. بشوفكم على ال بي سي اي والال دي سي، لانه صار توقيتنا رجع للسبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على ال بي سي اي والال دي سي، واليومية اكيد بعدنا على ال بي تو بنفس التوقيت. وما تنسوا التاكس وتنمروا الارقام يلي بتحبوها بكل مراكز اللي بنزل جو على الابلكيشن على الويب سايت وعلى 1020. وباي باي. البنت اللي أرجتك الفيديو اللي ضايقك، شو سبب تصرفها هاد؟ أنا رح أقلك. كان بدها إياك تتزوجها مزبوط ولا لا؟ يعني هالاحتمال كتير وارد. يعني أنت أول ما شفت الفيديو جنيت، حتى بدون ما تفكر وبدون ما تسأل حالك تهورت وعملت هالحركة، تمام؟ أنت شو عم تحاولي تقولي؟ يا بني آدم، أنت بحياتك ما سمعت بشي اسمه مونتاج؟ لك مونتاج؟ مقطع من هون ومقطع من هون بتجمعون وبيصيروا مقطع واحد، حتى على الموبايلات عم تزبط. هلأ ميرا الهبلة ممكن تفهم بهالاختراع؟ لك ايه مجد، طبعا لو كان في هيك شي جوري كانت بتطلب انكم تتزوجوا بسرعة. طيب ليش ما رفضتها؟ لا انا هالشي ماني عم افهمه، ما عم يفوت براسي. شفت انك واحد اهبل ومو رضيان تسمعني؟ وقعت بفخ وحدة مثل هاي وصدقت الفيديو تبعها، بس نسيت تصدق البنت اللي بتحبها. عن جد مو هاد اللي عملته انت؟ لا أنا لازم موتها. ما تعمل أي شيء، رجع وقعد مكانك. العمى شو طلعت واصي؟ اسمعني منيح مجد ولا تقاطعني، لو أنت ما عطيت البنت شوية أمل ما كانت تجرأت تعمل هيك شيء. انسى، شيله لهالحكي على جنب. إذا أنت بدك تتزوج جوري وناوي عن جد، وعدني إنك ما رح تقرب على هديك البنت ولا تحاسبها أبداً. جوري أصلاً من هالشي خايفة كل الوقت. العمى من وراها كنت روحت الزلمة. هلأ مشي الحال، البنت من العيلة، وإذا عملت شي بالبنت مفكر إنك رح ترجع تفوت على هالعيلة كمان؟ مفكر رح ترجع تشوف وش جوري بحياتك؟ لا، هذا اللي بدك يا معقول؟ معقول يكون بدي هيك؟ أنا كل عمري ما عندي غير حلم واحد، هو إني أتزوجها لجوري. صدقيني إيه؟
منيح. من بكرة معناتها كملوا تحضيرات العرس مطرح ما وقفت مشان ما يصير تأخير. يلا عن إذنك. ألو أهلين، وحياتك كنت ناطر يطلع الضوء لحتى أتصل فيكي. يعني كنت رح أتصل بس أنتي سبقتيني. بدي شوفك مجد. ايه وأنا بدي شوفك كمان حبيبتي. بشرفي أنا كثير ندمان. تمام، إذا هيك معناتها بلتقي فيك بعد شوي على شط البحر. ايه اتفقنا. أساساً أنا كنت نايم على شط البحر. ماشي يا حبيبتي، يلا. خبريني لشوف، قلعتي البنت؟ لا لسه، عندي مخططات تاني. أي مخططات؟ شوفي جاهدة، قبل ما جاوبك بدي اياكي تقليلي، من شو بتخافي أكتر، من بنت راسمة على داني وما بإيدك كرت لتلعبي، ولا من ضعف ابنك عمر قدام جوري؟ بصراحة أنا حاولت حذر عمر أكتر من مرة بس ما سمعني. توليب، أنا كتير خايفة من عمر يتصرف تصرف متهور. لا اطمني، إذا مشيت خطتي مثل ما بدي عن قريب رح تخلصي من البنتين سوا.